ومعجلي مكتوبي وتزوجتي مع الناس. اليوم نهضر باللي هاد البلاد غير تتقادا وتزيد. على بالي بلي في الاخر كاع نموتوا وكاع نتحاسبوا. بصح اليوم هادو الناس اللي ماتوا على ماتوا ماتوا باسكو ما كاش ساكنين في بنيان غاشي. هذاك البنيان يتفتت وحده، ما عندهمش وين يسكنوا. بلاد البيترول، بلاد الغاز، بلاد الدراهم، بلاد كلش. بلادنا فيها الخير، بلادنا فيها الخير. لو كاع تهضر على بلادنا، بلادنا عزيزه. وعلاش الشعب اللي يموت كي الكلب؟ وعلاش هاد الناس لا فامي اللي ماتوا اليوم ماليهم خدمه، خدمه اليوم الصباح ويجي يا مرتو ميته ولا ولادو ميتين؟ علاه؟ بلادنا بلاد الخير، وهادو لما يسرقوا فيها نقول لهم يخرجوا بالقوه ولا بالقانون، يخرجوا يخلوا البلاصه للاخرين، يخلوا البلاصه للناس تجي تقدر تجيريها. بلادنا فيها الحكام، الحكام اللي هضر عليهم الرسول والله. علاه؟ ويقول لك ما تدخليش تشوفي باسكو كاين الموتى، ويقولها فمو كاين الموتى. علاه الموتى؟ باسكو باطي ما راشيها طاحت، والشعب راهو يطالب باش يرحلوه، والناس دوموندي باش تسكن. رحلوه مادام البنيان راشي رحل، سبوها على برا، ومن الداخل كاع متقوبه محفره. كي تطلعي في الدرج، الدرج يتزعزعوا بيك. انا بغانم فاطمه. رسالتك للشعب الجزائري؟ رسالتي للشعب الجزائري يبقى متمسك، والمظاهرات السلميه تبقى، ويخرجوا كاع كيما راهم سراقين البلاد. وانا ما قلتش يخرجوا بالسلميه، يخرجوا بالحساب، يتحاسبوا واحد واحد. بلادنا بلاد الاسلام. شكرا لك، ما يسمح لهمش.